بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الثانوي، ازيكم شباب؟ هنكمل مع بعض النهارده مسائل، ان شاء الله هنحل مسائل على ضرب اتجاهي من كتاب بنك الاسئله والامتحانات تبقى معاصر. معانا السؤال الاول على ضرب اتجاهي، بيقول لي اذا كان متجه ا بيساوي 3 و0 و4 والمتجه ب بيساوي 1 وسالب 2 و3، فان المتجه ا ضرب اتجاه المتجه ب بيساوي نقط. هنا شباب هنعمل محدد، نكتب فيه المتجه ا والمتجه ب. الألف 3 و0 و4 والباء 1 و2 و3، وهنفك نخبي السين، نلغي الصف والعمود، يديني 8 س، والصاد نخبي الصف والعمود ونكتب سالب قبلها يديني 5 ص، والعين نخبي الصف والعمود يبقى -6، اتجاه عين يبقى متجه أ ضرب اتجاه المتجه ب بيساوي 8 س - 5 ص ناقص 6 ع، يعني هيبقى 8 - 5 - 6. ده السؤال الأول. السؤال التاني، إذا كان المتجه أ بيساوي المتجه س ناقص 3 ص + ع، والمتجه ب كان بيساوي 1 1 1، فإن معيار الضرب اتجاهي أ ب. هنا عشان أجيب معيار الضرب اتجاهي لازم أجيب الضرب اتجاهي الأول زي المثال اللي فاتت، نعمل محدد س وص وع ونفكهم، وبالتالي نجيب جذر التربيع مربع الأول زائد المربع التاني المربع التالت يديني الناتج 4 جذر 2، إجابة رقم أ. طيب السؤال اللي بعده رقم 3، بيقول لي س ضرب اتجاهي متجه ص يساوي نقط. هنا يديني متجه العمود عليهم اللي هو المتجه ع، يبقى ناخد الاختيار بتاعنا د. السؤال رقم 4، س وص وع مجموعة يمينية من متجهات الوحدة، فإن س ضرب قياسي ص تساوي نقط تساوي 1. دي غلط يا شباب، لأن ضرب قياسي بين س وص هيبقى 0. رقم 2، س ضرب قياسي لس اللي هو معيار س تربيع يساوي 1، صح، يبقى ناخد الاختيار رقم ب. تمام، ناخد الاختيار ب يا شباب، يبقى اجيب ده الخطأ، يبقى ناخد الاختيار ب، لان ضرب قياسي بين س وص بيديني معيار س بيساوي معيار س وس معيار س تربيع ويديني 1، دي متجهات واحدة. شوف السؤال اللي بعده، السؤال رقم 5، إذا كانت أ وباء متجهين في الفراغ، فإن أ ضرب اتجاه الباء يساوي كاف عدد، حيث الكاف عدد بينتمي لحد غلط. مينفعش شباب، مينفعش أضرب يديني عدد ثابت، لازم يديني متجه. وهنا أ ضرب اتجاهي لباء بيساوي ج حيث ج غير صفر، ده الاختيار هناخده. عندي هنا أ ضرب اتجاهي لباء بيساوي 0 إذا كان المتجه عمودي، لو كان اتجاه عمودي يبقى الزاوية 90 درجة. فهمنا شباب، يبقى ضرب اتجاهي ما بيديش صفر لأنهم متعمدين، وانت عندك معيار الأول في معيار التاني، في جه الزاوية بينهم جت 90 بواحد، فيديك معيار أ في معيار ب، فمينفعش ج غلط، وده الغلط. يبقى ناخد أ ضرب اتجاهي ب يساوي متجه ج حيث المتجه ده غير صفر. ننتقل للسؤال رقم 6، يقول لي إذا كان 2 س = 6 ص - 27 فعين ضرب اتجاهي متجه س زائد لام ص زائد ميم عين بيساوي متجه صفر، فإن 2 لام ميم بيساوي نقط. هنا شباب يعني نعمل ضرب اتجاهي، نعمل محدد ونكتب جواه س ص عين، والمتجه الأول والمتجه التاني عملهم ضرب اتجاهي 2 و6 و7 و27، هنا 1 ولام وميم. نفك يا شباب، نلغي السين يعني الصف والعمود بتاعنا، فيديني 6 ميم، وهنا 27 لام، سالب في سالب يديك موجب. تيجي بعد كده تخبي الصاد، تلغي الصف والعمود، شايفين يا شباب؟ يبقى احنا ضربنا 6 في ميم، وهنا -27 في سالب لام تبقى موجب 27 لام، وهنا الصاد نكتب إشارة سالبة، نخبي الصف والعمود ونفكها ونساوي كل النواتج اللي عندنا 0 و0 و0، نعمل معادلات، نطلع المعادلة الأولى لام بتساوي 3، والميم هنا تطلع بكام؟ -27/2، هو طالب في المسألة عندنا رقم 6 عايز 2 في لام في ميم، يبقى 2 في قيمة لام في قيمة ميم، يبقى الإجابة بتاعتنا رقم إيه؟ جيم، هيطلع معانا الإجابة رقم جيم -81، يعني نضرب 2 في 3 اللي هي قيمة لام، قيمة ميم اللي هي -27/2، يطلع الناتج الإجابة بتاعتنا رقم إيه؟ جيم، اللي هو -81. كانت المسألة رقم إيه يا شباب؟ رقم 6.
معايا؟ بحاول اظبط الصوت مع الصورة عشان تبقوا فاهمين. خلاص يبقى دي المسألة رقم 6 اللي هي سالب ايه 81. السؤال رقم 7، اذا كان المتجه الف كان 2 و3 الف كان متجه 2 و3 0، والمتجه ب كان -1 و0، -1 و3 1، والمتجه ج كان -1 و2 و5، فإن المتجه أ ناقص متجه ب ضرب اتجاه المتجه ج فرق متجه أ بيساوي، احنا نجيب هنا أ فرق ب يا شباب، هدي 3 و0 و1، أ ب اللي هي ب ناقص أ، أو ب أ اللي هي أ ناقص ب، هو زي ما طالب مني، هو طالب مني أ ناقص ب، خلاص نجي طلب مو إيه نعمل هو اللي طالبه يعني. هنجيب ألف فرق ب و ج فرق ألف ونعمل ضرب ايه اتجاه، يطلع الإجابة بتاعتنا -1 و-14 -3 اللي هي الاختيار ألف. شوف السؤال اللي بعده، الاختيار بتاعنا طلع ايه يا شباب؟ رقم ب، لأن -1 و-14 و-3، يبقى رقم 7 هناخد ب. تعالوا نشوف بقى رقم 8، بيقول لي متجه ألف احداثيه 1 1 1، ومتجه ب 2 و-1 و-1، عايزين نجيب ألف ضرب اتجاه لألف فرق ب. يبقى أنت هتجيب الأول ألف فرق ب تطرحهم من بعض، ألف فرق ب يديك -1 و2 و2، اعملها بقى ضرب اتجاه الألف مع المتجه ألف فرق ب، يطلع عندك -3 في اتجاه صاد وزائد -3 في اتجاه العين. ماشي. بعد كده هو عايز السؤال رقم 9، بيقول لي عندي متجه ألف وب وعايزين نجيب ضرب قياسي للضرب الاتجاهي الأول والضرب الاتجاهي التاني. خد بالك إن ألف ضرب اتجاهي بقى دي معناها سالب ب في اتجاه ألف، واخد بالك من الفكرة دي؟ يعني انت عندك ألف ضرب اتجاه ب بيساوي سالب ب في ألف ضرب اتجاه، فانت لما تجيب ألف ضرب اتجاه ب يبقى المتجه بقى التاني اللي هو ب الألف عكسه، عكسه في الإشارة يعني. تعالوا كده نشوف، يعني هو المتجه ألف ضرب اتجاه ب هو عملنا محدد، هيطلع لنا 2 س سالب 6 ص ناقص ع، يبقى المتجه التاني بقى اللي هو ب فرق ألف هيبقى عكس الإشارة هنا، تبقى -2 و6 1. اه نعملهم بقى ضرب قياسي الاتنين مع بعض. لما اضرب ضرب قياسي بضرب الاول في الاول زائد التاني في التاني زائد التالت في التالت، فيديني -41. الاجابه بتاعتنا رقم د للسؤال 9. السؤال اللي بعده رقم 10، اذا كان المتجه ا وب متجهين غير صفريين، تمام، متجهين غير صفريين، فان وقناة قياس الزاويه بينهما 30 درجه، ومعيار الالف ب5 ومعيار الب بيساوي 4، فإن معيار الألف ضرب اتجاه ب، خد بالك ألف ضرب اتجاه ب بيساوي معيار الأول في معيار التاني في جهة الزاوية في إيه متجه ي، فلما يعمل لي معيار ما نكتبش ديه دي يا شباب، بناخد المعيار بتاع متجه واحد معيار بواحد، فأنت بتجيب معيار الأول في معيار التاني في جهة الزاوية بينهم جت 30 بنص، فيطلع 5 في 4 في نص ب10. ده كانت السؤال رقم 10، الإجابة تبقى رقم ج. السؤال رقم 11 بيقول لي إذا كان رقم 11 المتجه ألف ب5 ومتجه ب ب8 ونص، وعندك الزاوية ب30 درجة، ومتجه ليه ده واتجاه عمودي على كل من ألف وباء، فإن ألف ضرب اتجاه باء جايب لي هنا ايه يعني ما خدش معيار، يبقى احنا هناخد موجب أو سالب، لأن احنا يعني ما فيش إشارة عندي موجودة، واحنا ما حددناش في التمرين يعني مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة، هو يعني فأنت تاخد الحلين مع بعض موجب أو سالب يعني. موجب أو سالب معيار ألف في معيار ب في جزاء بينهم جت 30 بنص، فيطلع الناتج موجب أو سالب 21 وربع. السؤال اللي بعده رقم 12، يبقى احنا هنا خدنا خلاص في السؤال 11 رقم ايه؟ رقم د. السؤال اللي بعده رقم 12 هو عايز في المسألة الضرب اتجاهي على الضرب القياسي، انت عارف ان الضرب اتجاهي على الضرب القياسي بيديني جزا سيتا، لان يعني الضرب الاتجاهي بيبقى فيه الجا يا سيتا، والضرب القياسي في الجتا، فهنا بنجيب معيار الألف في معيار الب ماشي جا سيتا، وهنا معيار الألف في معيار ب جتا سيتا، نشيل معيار الألف في معيار ب وبسط المقام، فتبقى جا سيتا على جتا سيتا يديك زا سيتا. يبقى السؤال رقم 12، تبقى عارف لما تقسم الضرب اتجاه ضرب قياس يديك زا سيتا، وما تعمل العكس ضرب قياس على ضرب اتجاه يديك زا. السؤال اللي بعد رقم 13، يبقى احنا خلاص خدنا جيم يا شباب، تمام. السؤال اللي بعده، اذا كان متجه الف يوازي باء فان الضرب الاتجاهي، ضرب اتجاه بينهم يا شباب هما متوازيين، يعني الزاويه بينهم يا اما هتبقى بصفر او 180 صفر لو كان الاتنين في نفس الاتجاه، 180 لو عكس الاتجاه، ففي الحالتين انت لما تيجي تاخد الجاه هيديك صفر، يبقى الضرب الاتجاهي لما يكونوا متوازيين هيديك صفر، تمام. يبقى ناخد الاجابه بتاعتنا للسؤال رقم 13، هناخد بصفر اللي هي الف. السؤال اللي بعد 14، معيار الالف ضرب اتجاهي باء، كل اذا كان معيار ضرب اتجاهي ب36 جذر 3، ومعيار الالف ب8 ومعيار ب ب9، فان قياس الزاويه، يبقى احنا عارفين ان جا سيتا بتساوي، او تكتب القانون وتقسم، هتقول له معيار الف ب بتساوي معيار الف في معيار ب في جا سيتا، ونعوض عادي ونقسمهم على بعض ونصفيها، يطلع جا سيتا
الزاوية عندك هتطلع بكام؟ 120. تطلع معانا 60 درجة أو 120 درجة، ناخد 120، تعمل شيفت ساين يعني 36 جذر 3 على 72. تمام. السؤال اللي بعده رقم كام يا شباب؟ ده خلاص 120 بقى. السؤال 15، إذا كانت سيتا الزاوية بين المتجهين، نفس الفكرة يا شباب، عشان أجيب جهة سيتا، ها أقول له إيه؟ معيار الألف ضرب اتجاه باء على معيار ألف معيار باء، وأنت عندك المتجه ألف وباء، يبقى أنت هتعملهم ضرب اتجاهي الأول، وتطلع من الضرب الاتجاهي بتاعك، ها هو عايز رقم إيه؟ كده رقم 15 خلاص، رقم 15 عايز جا سيتا، يطلع جذر 2 على 3، دي رقم ب. أنت عندك معيار الألف رقم 15، معيار ألف الجذر التربيعي، هيبقى الجذر التربيعي 1 زائد 1 زائد 1، جذر 3، والتاني الجذر التربيعي مربع الأول زائد مربع التاني زائد مربع التالت، هيديك 3 برضو. فهنا ضرب الاتجاه بقى تحسبه، جيب معياره وتقوم قسم على الضرب ايه الاتجاهي بتاعك. طيب السؤال 16، جيب الزاوية برضو نفس الفكرة، معيار ألف ب على معيار ألف في معيار ب. يا شباب شايفين السؤال والإجابة بتاعته تبقى كده، فأنت بتعمل متجه ألف وهنا متجه ب، وتجيب ضرب اتجاهي تخبي صف وعمود وتعمل ايه؟ 1 سالب 2 ناقص 2 تبقى سالب 4 في اتجاه س، وهنا 0 في اتجاه ص، وهنا 4 في اتجاه ع. جبنا الضرب الاتجاهي اهو، وبعد كده نجيب معيار ب ومعيار الألف، شايفينهم؟ يبقى جا سيتا بتساوي، هتجيب الضرب اتجاهي معياره على معيار الألف في معيار ب، وتحسب الناتج بتاعك بالآلة الحاسبة، وتطلع يطلع 2 جذر 2 على 3. تمام يا شباب، هو الفيديو ده انا شرحته قبل كده ولكن ما كانش مظبوط الفيديو مع الصورة، فانا بحاول اعدله تاني اهو ايه بسرعة شوية. تمام. ده رقم 16. يبقى رقم 16 هناخد 2 جذر 2 على 3. السؤال اللي بعده رقم 17، عايزين نجيب الزاوية بين المتجه الف ومتجه ب، يبقى انت عندك معيار الالف تجيبه ومعيار الب تجيبه اهو، وعندك الالف ضرب اتجاه ب، تكتب عناصر الالف وعناصر المتجه ب، تعمل ضرب اتجاهي وتفكهم، تقول المعيار بقى بتاع الضرب الاتجاهي ده مربع الأول زائد مربع التاني زائد مربع التالت، يديك ايه؟ جذر 26. يبقى جا سيتا بتقول له معيار الألف في ب على معيار ألف في معيار في ب، يبقى معيار ألف ضرب اتجاه ب على معيار ألف في معيار ب، فيطلع الناتج بإيه بعد الاختصار؟ هيطلع 6 جذر 2 اهوت على 3 جذر 11، اللي هو 2 جذر 22 على ايه؟ على 11. الاختيار بتاعنا يبقى ألف، تعمله برضه بإيدك، يبقى جذر 74 على ايه؟ على 99، اللي هو اللي اختار ألف للسؤال 17. السؤال 18، عندي برضو ألف ضرب قياسي باء، بيقول لي إذا كان الضرب القياسي بيساوي الضرب الاتجاهي، احنا عارفين من شوية يا ولاد إن ظل الزاوية بيساوي الضرب الاتجاهي على الضرب القياسي، فلما نقسمهم على بعض هيديك 1، يعني ظا سيتا هيساوي 1، يعني سيتا تبقى ب 45 درجة. إجابة ايه؟ السؤال 19، إذا كان المتجه ألف والمتجه ب متجهين غير صفريين، وعندك الضرب القياسي معياره بيساوي معيار الضرب الاتجاهي، فإذا قيس الزاوية بينهم، خد بالك قال لك إن الضرب القياسي أقل من إيه؟ من الصفر، يعني هيبقى سالب يعني، فاهمين؟ فالضرب القياسي قيمته سالب، فأنت لما تيجي تعوض مكان معيار الألف في ضرب القياسي البيت والمعيار الأول في المعيار التاني فجت الزاوية، الإشارة سالبة، ماشي؟ وهنا تفك التالت والمعيار الأول في المعيار التاني فجت الزاوية، بعد كده بتختصر، فتبقى عندك ظا سيتا بتساوي -1، يعني الزاوية تبقى ب 135 درجة، اللي هي 3 واي على 4، اللي هو الاختيار بتاعنا رقم إيه؟ ب. السؤال 20 بقى يا شباب، عندي الضرب القياسي بيساوي جذر 3 في معيار الألف في معيار ب، فإن قيس الزاوية متجهين، هنعمل بقى ظل الزاوية القانون على طول بتاعنا، ظل الزاوية بيساوي الضرب الاتجاهي على الضرب القياسي، تمام؟ احنا عارفين لسه واخدين من شوية، ضرب اتجاهي على الضرب القياسي بيديك ظل الزاوية، تمام؟ هتعوض بقى مكان الضرب القياسي ده بجذر 3، ضرب جذر 3 يا شباب قال بقى وقال لك عليها في المسألة، اهي شايفينها جذر 3 في معيار ألف ب، فأنت هتشيل الضرب الاتجاهي ده ضرب القياس تعوض عنه بدالة قد ايه؟ الضرب الاتجاهي، وتختصر فيبقى 1 على جذر 3، تقول الزاوية اللي ظلها 1 على جذر 3 اللي هي زاوية 30 درجة، يبقى سيتا بتساوي 30 درجة، اللي هو الاختيار ألف. يبقى الفكرة بتاعتك إن ظل الزاوية بيساوي الضرب الاتجاهي على الضرب القياسي. السؤال 21 برضه نفس الفكرة، أنت هتستخدم القانون جا سيتا برضه، تقول له معيار الضرب الاتجاهي على معيار ألف في معيار باء، فيطلع ناتج 65 على 5 في 26 بالأرقام اللي هو جايبها، تحسبها بالآلة، تقول شيفت ساين بنص، تطلع الزاوية بكام درجة؟ ب 30 درجة أو ب 150 درجة، تمام؟ يبقى حلين يعني، تقول شيفت إيه ساين، لأن الجهة مجاوبة في الربع الأول والربع التاني، وهنا محددش إشارات، جايب لك متجه إيه، طالما جايب متجه إيه يبقى تبقى عارف أنت إيه، هتاخد إشارة موجبة أو إشارة إيه سالبة وأنت بتشتغل في حل المسألة، تمام؟ لأن أنت أصلا بتجيب معيار
الأول ضرب اتجاهي على معيار ألف في معيار ب، وبتختصر تمام. يبقى الزاوية هتبقى 30 درجة أو 150 درجة اللي هو اختيار ألف. السؤال اللي بعده رقم 22، عندك معيار متجه ألف في ب بيساوي 36 جذر 3، ومعيار ألف ب 8، ومعيار ب ب 9. عايزين نجيب الزاوية بينهم. برضو نفس الفكرة يا شباب، نقول له جا سيتا بتساوي في سؤال 22 بقى، معيار ألف في ضرب اتجاهي لب على معيار ألف في معيار ب، معوض كل اللي هتعمله وتعوض وتختصر، يطلع معاك جا سيتا بتساوي جذر 3/2، يعني الزاوية تبقى ب 60 درجة أو 180 ناقص 60 ب 120 درجة، لأن الجامعة جابها في الربع الأول والربع التاني. يبقى خلاص المسألة بسيطة خالص، خدنا الاختيار بتاعنا هيبقى رقم ب للسؤال 22. السؤال 23، إذا كان ألف وب متجهي واحدة قياس، وقياس الزاوية بينهما سيتا، فإن عايزين نجيب ضرب اتجاه يا شباب لمعيار الألف فرق ب، ضرب اتجاهي لمعيار لقيمة ألف زائد ب كمتجه. تاني كده يا شباب، هو عايز معيار الضرب اتجاهي لألف فرق ب في ألف زائد ب. كل اللي هنعمله إن احنا هنوزع، يعني هنوزع القوس، نقول ألف في ألف ضرب اتجاهي، خد بالك توزع ضرب اتجاهي ناقص ب. تعالى كده نكمل. اه يبقى الالف واقف كده معايا، وشوف الف تتضرب في الف ضرب اتجاهي، وبعدين تقوم واخد الالف تاني ضربها في ال ب ضرب اتجاهي، وسالب ب تضربها بقى في الف. نكمل كده مع بعض، وبعد كده سالب ب في ب ضرب اتجاهي. طب احنا عارفين ان ضرب اتجاهي يا اولاد المتجه في متجه بصفر، لان الزاويه منه تبقى بصفر، وانت بتقول جا صفر بصفر، فلما اقول الف ضرب اتجاهي الالف هيديك ايه؟ هيديك صفر. فاحنا نختصر بقى، يبقى الاولى الف يعني الف ضرب اتجاه الف دي بصفر، لكن الضرب القياسي بقى اللي هو معيار الف تربيع، ماشي؟ عشان ما تلخبطش بينهم. انت عندك هنا الف ضرب اتجاه الف دي بتبقى صفر، وعندك ب ضرب اتجاه ب بصفر، وعندك الف ب سالب ب فرق الف، ممكن تبدل دي وتخليها الف ضرب اتجاه ب، فاهمين؟ يعني انت تغير الاشاره وتبدل، وكده كده المعيار هيشيل الاشاره، فيطلع 2 الف ضرب اتجاه ايه اللي بقى الاتنين ممكن نطلعها بره، يبقى 2 في معيار الف في معيار ايه ب. وبعدين نرجع تاني نشتغل بالقانون بقى، معيار الاول في معيار التاني في جهة الزاوية. انت عندك هما متجهات واحدة، يعني الف معيارها بواحد وب بواحد، يبقى 2 في جا سيتا. مهمة جدا الجزئية دي يا شباب، خلاص. فانت لما تيجي تفك هتفك ضرب اتجاهي، وتبقى عارف ان الف ضرب اتجاهي بيديك صفر، وب ضرب اتجاهي ب يديك صفر، وعندك الف ضرب اتجاهي ب هي نفسها سالب ب ضرب اتجاه الف، فدي دي يعني تبقى الف في ب تتضاف هنا، يبقى الف ضرب اتجاه ب هيجمعوا مع بعض، يبقى 2 في الف ضرب اتجاه ب. تقدر تاخد 2 بره وتوزع بقى، تقول معيار الاول في معيار التاني في الجزاء بينهم، هيطلع معاك الناتج 2 جا ايه سيتا للسؤال 23. مهم جدا اجابته 2 جا سيتا، نختار ج. ننتقل للسؤال اللي بعده 24، اذا كان كل من الف وب متجه واحده، فان طالب مني يا اولاد 2 في معيار المتجه الف ضرب اتجاه ب مضروبه في الف ضرب قياسي لب. طيب دي نعملها ايه يا استاذ؟ خد بالك ان دول متجهي واحده برضو يا شباب، يعني معيار الاول الف واحد ومعيار ب واحد، يبقى انت تفك معيار الالف في معيار ب في جا سيتا، وتفك الضرب القياسي معيار الف في معيار ب في جتا سيتا. عندك هنا الالف واحد والب بواحد، والالف واحد والب واحد معيار يعني، فيبقى 2 جا سيتا جتا سيتا، ده قانون ضعف الزاويه، يبقى جا 2 سيتا. وناخد بالنا برضو ان جتا 2 سيتا اللي هي 2 جتا تربيع سيتا ناقص واحد، و2 جتا تربيع سيتا، وجتا تربيع سيتا ناقص جتا تربيع سيتا، دي قوانين معانا بتاع ضعف الزاويه، ناخد بالنا منها يا شباب للمساله رقم 24، عشان لو جاب حاجه ايه شبيهه بيها. لكن المساله بتاعتنا الاجابه بتاعتنا خلاص تبقى ايه؟ جا 2 سيتا اللي هي الاجابه بتاعتنا د، ما ننساش نعلم على رقم د للسؤال 24. ندخل على السؤال اللي بعده 25، اذا كان ي متجه وحده عمودي على كل من الف وب، برضه يا شباب عايز الضرب الاتجاهي من الف وب. خد بالك هو هنا يعني ايه جايب موجب او سالب في الاختيارات، لان احنا مش هناخد المعيار بتاعنا، ماشي؟ فجتا سيتا بتساوي الف ضرب قياسي ب على معيار الف في معيار ب، معيار الف كان ب 9، معيار ب كان ب 16، الف ضرب قياسي ب بسالب 72 جذر 3، نقدر ان احنا يطلع ناتج ايه بسالب جذر 3 على 2. نرجع بالآلة الحاسبة نقول له ايه شيفت كوزاين، هو عايز الضرب الاتجاهي للمتجه رقم 25 متجه الف في ب ضرب اتجاهي، تمام. فانت استفدت ان انت عملت قانون الجتا، جتا سيتا، يقول ده ضرب قياسي لازم تشتغل بالضرب القياسي، فاهمين؟ يعني هو جابك في المساله 25 ضرب قياسي عشان تطلع منه الزاويه، وبعد ما تطلع الزاويه تقدر تجيب بقى الضرب الاتجاهي بتاعك. طب انت عندك جتا سيتا بتساوي سالب جذر 3 على 2، يعني السيتا تبقى بكام؟ ب 30 درجه، او بتكون طبعا في الربع الثاني 150 درجه، فاهمين؟ يبقى جتا سيتا هتعمل شيفت كوزاين يعني الجذر 3 على 2، فالسيتا يا اما تبقى ب 30 او هتبقى بكام؟ ب 150 درجه، فاهمين كده؟ طيب بعد كده بقى بنطبق قانون الضرب الاتجاهي، لانه ما هوش عايز معيار يا استاذ، لو كان عايز معيار كنت اخد موجب، عشان كده بكتب متجه ي معايا، خدوا بالكم. يبقى لما اقول الف ضرب اتجاه ب بقول معيار الف في معيار ب في جا سيتا في ي بره،
لو كان عمل معيار كنت شلت الايه، اوزع بقى 9 في 16 في جهة الزاوية اللي هي جاية ايه الزاوية اللي عندنا. طبعا احنا الإشارة كانت طالعة أصلا سالبة، فهناخد الزاوية كام؟ ب 150 درجة. ما ينفعش لأن الجا تبقى سالبة في الربع التاني، فما ينفعش لأن الجتا كانت طالعة بالسالب، فهناخد الحل بتاعنا من ايه 150 درجة، فاهمين؟ فنعوض ايه بجا 150 تديني ايه نص، فيطلع ناتج موجب أو سالب 72 ي، اللي هي الإجابة رقم ج. فهمتوا الفكرة؟ يبقى هو كان جايب لي ضرب قياسي عشان أطلع منه الزاوية، وبعدين استخدمت الضرب الاتجاهي عشان أحسب منه ايه يا شباب، عشان احسب منه الالف ضرب اتجاه ب. يبقى انا جبنا الزاويه من الجتا سيتا طلعت ب 150 لان الاشاره كانت سالبه، فخدناها ب 150، خدناش يعني ايه ما خدناش الربع الاول، خدنا الربع التاني يعني، فهمنا؟ ده كانت اجابه 25. شوف جايب سؤال 26، اذا كان المتجه الف وب بينتمي لح تكعيب غير صفريين، فان الف ضرب اتجاه ب كل تربيع زد الف ضرب قياس ب كل تربيع. هنا الفك يا شباب، الاول تربيع ونوزع اهو، والتاني تربيع، وهنا هنوزع برضو على ايه؟ على الجاية تربيع سيتا. يبقى انت اصلا عندك القانون الف ضرب اتجاه ب اللي هو معيار الاول في معيار التاني في الجزاء، فانت بس بتوزع التربيع بس كده، دي الفكره. وهنا الف ضرب قياس ب كل تربيع، معيار الاول تربيع زائد معيار التاني تربيع في جتا تربيع سيتا. خد بالك دي متجهات واحده يا استاذ، او ممكن تاخد عامل مشترك، يعني انت عندك الف تربيع ب تربيع تاخدها بره عامل مشترك، فيتبقى جتا تربيع زائد جتا تربيع اللي هي بواحد، يعني تبقى معيار الف تربيع في معيار الب تربيع اللي هو الاختيار بتاعنا رقم تالي، يبقى 26 اجابتها دال. لو كان قال لك بقى متجهات واحده كان يبقى الناتج بواحد يعني، تمام؟ لكن انت كده بتشتغل وبتاخد عامل مشترك وتصفي مسالتك، تطبق المطبقه، جت تربيع سيتا جت تربيع سيتا بواحد، وخلاص تخلص مسالتك. السؤال اللي بعده 27 برضو نفس الفكره يا شباب، هنفك المقدار بتاعنا اللي هو جايبه، هو بيقول لك الف ضرب اتجاه بقى كل تربيع زد الف ضرب قياس بقى كل تربيع. احنا واخدينها ان هي يا شباب يعني القاعده عندنا كانت بيقول لك 144، شايفين؟ هو بيقول لك معيار الف ب 4 ومعيار ب عايز يجيب، تعال نفك كده، يبقى معيار الاول تربيع ولا معيار التاني؟ استفيد اللي فوق بقى، احنا لسه عاملين حاله، نستفيد من القاعده اللي فوق، لان انت ما لو فكيت هيبقى برضو نفس الناتج، ما هي نفس المساله بس انت بس هتعوض. يبقى المساله 27 نفس القاعده اللي فوق يعني يا شباب، هي يعني تبقى عارف ان جت تربيع سيتا وجت تربيع سيتا بواحد، خلاص كده 27 بنعوض بقى يا اولاد، بنعوض نكتب في القانون يعني اهو، اللي هو معيار الف ضرب اتجاه بقى كل تربيع زائد الف ضرب قياس بقى كل تربيع بيساوي معيار الف تربيع في معيار ب تربيع، وبنعوض وبنخلص المساله بتاعتنا، ومعيار ب يطلع بايه؟ بالجذر، لان ده طول ما ينفعش بالسالب، ناخد جذر 9 يديك 3. السؤال بقى 28، اذا كان الف و ب متجهين غير صفريين متوازيين فاي من المعلومات الاتيه غير صحيحه؟ طبعا الالف دي صحيحه لان الالف بيساوي ثابت في ب لانهم متوازيين، والعلاقه الثانيه صحيحه، العلاقه الثالثه ضرب قياسي بيساوي صفر صحيح، لكن الضرب الاتجاهي بين متجه الف وب، خد بالك دول متجهين غير صفريين وهما متوازيين، طبعا متوازيين يعني الزاويه بينهم صفر، وجا صفر بيديك ايه متجه صفري، طبعا متوازيين يبقى هنا الضرب القياسي بينهم هتاخد الف ضرب قياسي ب، يعني الف ب في جا صفر وجا صفر بكام؟ بواحد، فتبقى الاختيار بتاعنا ج هو اللي خطا. يبقى هناخد في رقم 28 الاختيار ايه؟ ج. ليه يا اولاد؟ لانه قال لي متوازيين، لو كانوا متعامدين كانت تبقى جيم صح، فاهمين؟ يبقى طالما متوازيين انت عارف ان الضرب اتجاهي معيار الاول في معيار التاني في جهه الزاويه اللي هو جا صفر، تمام؟ طيب جا صفر بتبقى ايه؟ جا صفر يا استاذ بتبقى بصفر، فالف ضرب اتجاه بي يديك المتجه الصفر يعني ده صح، وبالتالي جيم هي اللي خطا، يبقى 28 هو هذا الخطا، نختار رقم ايه؟ جيم. السؤال 29، اذا كان 2 وكاف رقم 29، إن المتجه 2 وكاف وسالب 3 و4 وكاف وسالب 6 متوازيين فوجد كاف، تعمل نسبة، رقم 29 سهلة طالما توازيين يبقى نسبة، السينات على السيدان بيساوي الصادات على الصادات، ده طلع الكاف بيساوي إيه؟ 3. السؤال اللي بعده رقم 30 نفس الفكرة، برضه متوازيين نعمل نسبة ونطلع منها قيمة الكاف، تطلع معانا بسالب 4، ونطلع قيمة الميم ب3، كاف زائد ميم يبقى سالب 4 زائد 3 يديني إيه؟ السؤال بتاعنا رقم 30 تطلع بسالب 1. السؤال اللي بعده رقم 31، إذا كان عندي المتجه أ و ب و ج و أ ب بيوازي ج فإن ك ناقص م، أ ب نجيبه اللي هو ب ناقص أ، يبقى أنت مطلوب منك في السؤال 31 تجيب متجه أ ب الأول اللي هو ب ناقص أ، وبعدين هتعمل شرط التوازي بين المتجه أ ب والمتجه ج، تعمل نسب يعني وتعمل مقصات وتصفي مسألتك، تطلع الكاف بقى ب3 وتطلع عندك هنا الميم بتطلع بسالب 4، بعد كده ك ناقص م يبقى ك ب3 ناقص ناقص 4 تطلع ب7، تمام؟ دي المسألة 31. المسألة رقم 32 عندك برضو نفس الفكرة، هما متجهين متوازيين يا أستاذ، يبقى هنعمل التناسب،
نطلع كاف ونطلع لام ونضربهم في بعض يطلع ناتج بستة. مسألة 32. السؤال اللي بعده 33، عندك متجه أ و ب و ج ثلاث نقط على استقامة واحدة. طالما على استقامة واحدة يا شباب يبقى احنا بنستنتج ان أ ب اللي عندنا يعني مجموع، يعني مجموع أكبر مجموع ضلع الصغير يساوي الضلع الكبير يعني. فانت جيب الأبعاد التلاتة يعني أو الاتجاهات بتاعتك، وطالما هما يقعوا على استقامة واحدة يبقى انت عندك تقدر تقول ان النسبة بين المتجه، تجيب مثلا متجه أ ب والمتجه التاني اللي هو ايه ب ج، وتعمل تناسب بين النسب بتاعتك. فاهمين؟ لأنهم كلهم بيقعوا على ايه، على مستقيم واحد، يبقى في تناسب موجود عندي. تقدر تطلع كف ايه بسالب 9 برضه. يبقى سواء على استقامه واحده او متوازيين نقدر نستفيد من القاعده اللي هي السينات على السينات بتساوي الصادات على الصادات بتساوي العينات على العينات، واطلع منها كف سالب 9. السؤال بقى 34 بيقول لي اذا كان المتجه ا بيساوي ن ثابت ده يعني في المتجه ب حيث ان ن عدد صحيح موجب، فان ا ضرب قياس ب زائد معيار ا ضرب اتجاه ب على معيار ا في معيار ب. خد بالك احنا عندنا هنا يا شباب يعني شرط التوازي موجود. لما يقول لي ميم في أ بيساوي نون في ب يعني ايه، ميم أ نون في ب، ميم ده ثابت ونون ده ثابت الاتنين أعداد موجبة يعني، يعني تبقى عارف ان الأ بتساوي نون على ميم في ب، معنى كده ان المتجه أ بيوازي ب لأنه ثابت في ب. تمام؟ وتقوم مطبق بقى القاعدة بتاعتك، طالما هما متوازيين تبقى عارف ان الضرب الاتجاهي من المتجه أ و ب هيديك ايه، هيديك صفر سائلينها. فاهمين؟ والضرب القياسي بينهم هيديك واحد. فاهمين؟ يبقى الضرب القياسي اللي بينهم هيديك معيار أ في معيار ب، لو كانوا متجهات واحدة يديك واحد يعني، لكن هما مش متجهات واحدة يبقى أ ضرب القياسي ب يديك معيار الأ في معيار ال ب. ولا تاني يا شباب، يا شباب احنا عندنا أ ضرب القياسي ب تقول معيار الأول في معيار التاني في جتا الزاوية. ماشي؟ طب جتا صفر ما هم هيبقوا متوازيين يعني الزاوية بينهم صفر، جتا صفر بكام؟ بواحد. فاهمين؟ فيبقى أ ضرب القياسي ب ده معيار أ في معيار ب. طب الضرب الاتجاهي، ها الضرب الاتجاهي يديك صفر لانهم متعامدين يعني، تاخد الجا، جا صفر بصفر، فيبقى الضرب الاتجاهي بصفر، فانت تعوض مكان الضرب الاتجاهي ده بصفر. يبقى عندك ا ضرب القياس ب اللي هي معيار ا في معيار ب لما يتقسم على معيار ا في معيار ب يديك واحد. فاهمين؟ يبقى احنا عوضنا يا شباب بين الضرب الاتجاهي بصفر وعندك ا ضرب القياس ب اللي هي معيار ا في معيار ب، تختصر مع اللي تحت فيديك الناتج بكام. شايفين يا شباب الخطوات؟ دي الخطوات عندنا. خد بالك ان في ثابت عندك في المسألة موجود، خطوات الحلقة قدامك كلهم في نفس ايه الاتجاه، لان قال لك صاد موجب ميم ونون بينتمي للصاد موجب يعني ايه، يعني مش ايه مش عكس بعض يعني الزاوية بينهم صفر يعني مش هتبقى 180، عشان لو 180 تبقى بسالب واحد. فاهمين؟ وتعوض بقى بالنسبة بتاعتك او تختصر عادي يعني، صفي المسألة بتاعتك وتطلع ايه الناتج، فيطلع الناتج بكام؟ بواحد. فاهمين؟ انت بتختصر بس يعني، الخطوه اللي قلت عليها دي اسهل من ده كله. ماشي؟ فانت هنا ا ضرب اتجاه ب بصفر، وده لما يتقسم على نفسه هيديك ايه، واحد، بالطريقه اللي احنا قلنا عليها يا شباب ان الضرب القياسي معيار الاول في معيار الثاني، اما ضرب اتجاه بصفر. تمام؟ السؤال اللي بعده رقم كام؟ 35. اذا كان المتجه ا ضرب اتجاه الباء بيساوي المتجه الصفري، و ا ضرب قياسي ب ج بيساوي صفر، وهنا ب ضرب قياسي ج. تعال نستفيد كده من الكلام، لسه قايلين لما الضرب الاتجاهي بيساوي صفر يعني ا يوازي ب. تمام؟ و أ ضرب قياسي ج بيساوي صفر برضه، بس خد بالك دي قيمة عددية لكن ده متجه، فالقيمة العددية في الضرب القياسي. طيب يبقى معنى كده هما متعامدين. فاهمين؟ يبقى الزاوية عندك كانت بكام؟ هما هنا أ ضرب اتجاه بصفر، ها الضرب اتجاهي بيساوي صفر يعني الأ والب بيكونوا مالهم يا أستاذ؟ بيكونوا إيه؟ متوازيين. طب الضرب القياسي بيساوي صفر، الضرب القياسي بيتعلق بمين؟ بالجتا. فاهمين؟ فيبقوا متعامدين يعني، معنى كده ان الف عمود على جيم والالف بيوازي ب. تعالى كده نشوف الرسمه عشان نشوف النسبه بقى بين ب وجيم. فهمتوا كده الكلام؟ يبقى اما اقول تاني ضرب اتجاه ديك صفر يعني الف يوازي ب، والضرب القياسي ضرب اتجاه يا ولاد بديك صفر يعني هما متوازيين، والضرب القاسي بصفر يعني هما متعامدين. تعالوا كده نرسمها. يعني انت وصلت ان الف عمود على جيم، تمام، ووصلت وصلت ان الف يوازي ب. ايوه الف يوازي ب. تعالوا نرسمها كده عشان نشوف بقى العلاقة بين الضرب القياسي ب و ج، نشوف الزاوية بين ب و ج يعني. اهو بص كده للرسمة، اهو الرسمة وضحت قدامنا، ادي المتجه ج اهو، الالف كان عمود عليه والب كان عمودي برضه عليه. ليه؟ لان انت عندك الالف والب بيوازوا بعض، والجيم الالف عمود عليه، فبالتالي ب عمود على ج. طالما ب عمود على ج يعني الزاوية 90، وطالما الزاوية 90 هما متعامدين يبقى الضرب القياسي هيبقى بصفر. فاهمين؟ لان انت بتاخد معيار الاول في معيار التاني في جتا الزاوية، جتا 90 بصفر، فناخد الاختيار الف. تمام؟ السؤال اللي بعده 36، متجه الوحدة العمودية على كل من المتجهين س زائد ص وص زائد ع هو نقط.
انت طبعا بتشتغل بالقاعدة، يعني عشان تجيب متجه الوحدة العمودي بتضرب ضرب اتجاهي على معيار الضرب الاتجاهي بتاعك. في المتجهين اللي عندنا احنا هنعملهم ضرب اتجاهي على معيار المتجه ألف في معيار المتجه ب، دي القاعدة بتاعتنا يعني. تمام. طيب المتجه الأولاني كان إحداثيه واحد وواحد وصفر، والمتجه التاني إحداثيه صفر وواحد واحد. يبقى لك هات متجه الوحدة العمودي، خد بالك من الكلام، متجه وحدة عمودي مش متجه بس عمودي. لو قال لك متجه عمودي كنت تجيب خلاص المتجه بتاعك ضرب اتجاهي، لكن بيقول لك متجه وحدة عمودي لازم تجيب المتجه على معيار، تجيب المتجه على ايه؟ على معيار، يعني تجيب الضرب الاتجاهي على معيار الضرب الاتجاهي. فهمتوا الكلام؟ يبقى متجه الوحدة عمودي على المتجهين اللي هو متجه نون يعني بنجيبه مثلا، وبعدين نقسمه على معياره عشان نجيب متجه الوحدة العمودي. يبقى ده اسمه متجه وحدة عمودي يا شباب، المتجه ايا كان بقى على معياره، فهنا بتجيب ضرب اتجاه على المعيار بتاعه. تمام؟ فيطلع الناتج بتاعك بعد ما تعمل ضرب اتجاه وتفك يديك واحد وسالب واحد وواحد. بعد كده بتجيب المعيار، الجذر التربيعي الاول زائد الجذر التربيعي الثاني، الجذر التربيعي المربع الاول زائد المربع الثاني زائد المربع الثالث، ويطلع الناتج اهو معانا واحد وسالب واحد وواحد على جذر ثلاثة، اللي هو الاختيار بتاعنا للسؤال 36، س ناقص ص زائد عين على جذر ثلاثة، الاختيار بتاعنا ب. تركز تاني يا شباب على كلمة متجه الوحدة عمودي على المتجهين، عايزين متجه الوحدة عمودي على المتجهين، يعني نعملهم ضرب اتجاهي، وبعد ما نعمل ضرب اتجاهي بنجيب الايه؟ المتجه اللي احنا طلعناه نقسمه على معياره. طيب السؤال اللي بعده رقم 37، إذا كان المتجه أ و ب متجهي وحدة متعامدين، أه متعامدين يا أستاذ، يبقى عارفين الزاوية بينهم 90 درجة. تعالى نفك بقى، هقول لك عايز معيار الألف فرق ب ضرب اتجاه للإيه؟ المتجه أ زائد ب. تعالى نفك المقدار بتاعنا وإيه، ونعمل ضرب اتجاه نوزع، يعني نقول أ ضرب اتجاه أ، وإحنا عارفين أ ضرب اتجاه أ ده بصفر، وبعدين نكمل واخدين المسألة زي من شوية في أول المسائل، وبعدين ناخد أ في ب اهيت، وبعدين ناقص ب في أ، تمام؟ وبعدين ناخد سالب ب ضرب اتجاه ب، إحنا عارفين إن الأ ضرب اتجاه الأ بصفر، تمام؟ وعندنا ب ضرب اتجاه ب بصفر، والمتجه اللي في النص ده يبقى 2 أ ب، لأن أ ضرب اتجاه ب هو نفسه سالب ب ضرب اتجاه الأ، فدول مجموعهم 2 ضرب اتجاه أ ب. ناخد الاتنين بره، يبقى 2 في معيار أ ضرب اتجاه ب. تقدر تفك بقى معيار الأول في معيار التاني في جهة الزاوية بينهم اللي هي جهة سيتا، وقال لك إن هما متعامدين يعني الزاوية ب90، وجهة 90 بيساوي واحد، تمام؟ فليه بواحد خلاص، جهة 90 بواحد. يبقى 2 في معيار أ في معيار ب، وهي متجهات وحدة، يبقى 2 في 1 في 1، يبقى الناتج ب2. يبقى السؤال 37 إجابته تطلع ب2 يا شباب، فهمنا؟ سؤال 37 إجابته 2، يعني ناخد د. السؤال اللي بعده رقم 38 بيقول لي إذا كان معيار أ ضرب اتجاه ب بيساوي 4، فإن متجه الوحدة العمودي، أه لسه واخدينها يا أستاذ، أنت قلت لنا من شوية متجه الوحدة العمودي، بناخد المتجه على معياره. يبقى حاصل ضرب اتجاهي اهو على المعيار اللي هو المعيار الاول في معيار التاني، ومتجهات واحده اصلا يا استاذ، طالما متجهات واحده فاكرين متجهات واحده، المتجه أ ضرب اتجاه ب على معياره، اه خلاص. بس احنا ناخد هنا ايه؟ الموجب والسالب، الاشاره اللي عندنا، ونجيب المتجه على ايه؟ على معياره. يبقى أ ضرب اتجاه ب على معيار ضرب الاتجاه بتاعنا، يعني تطلع ربع أ ضرب اتجاه ايه؟ ب، يعني الإجابة بتاعتنا رقم ب. ليه يا أستاذ ليه عملنا كده؟ لأنه جاب لك قيمة مين؟ المعيار الضرب الاتجاهي، يقول لك إذا كان ده هو المتجه الوحدة العمودي على كل من أ وباء. فهمتوا الكلام؟ يعني الناتج ده أهو اللي هو معيار أ ضرب اتجاه ب بيساوي 4، ده إيه الناتج للضرب الاتجاهي اللي هو بتاع المقام. بس خد بالك، خد بالك عشان ما تلخبطش دلوقتي، أنت عندك أ ضرب اتجاه ب، أنت عايز تجيب متجه الوحدة العمودي على أ وب. عشان تجيب متجه الوحدة العمودي على أ ب تعملهم ضرب اتجاهي، تقول أ ضرب اتجاه ب على إيه؟ على المعيار. فهمتوا الفكرة؟ دي غير المسألة اللي فوق، المسألة التانية كان نرجع لها تاني بس كده بالفيديو، نرجع الفيديو كده ورا ونشوف أهو. أيوه أهي المسألة دي، هنا كنا بنقول ب ضرب اتجاه أ على معيار ال ب في إيه؟ في الألف. هو كان جايب لك بقى في المسألة ديت اللي هي رقم 37، جايب لك الضرب اللي تحت في المقام، جايب لك الضرب الاتجاهي ده معيار الضرب الاتجاهي بأربعة. فأنت عشان تجيب متجه وحدة عمودي محتاج تعمل ضرب اتجاهي وتقسم على معيار الضرب الاتجاهي. يبقى لما يقول لي متجه وحدة عمودي بنعمل ضرب اتجاهي على معيار الضرب الاتجاهي. فالإجابة بتاعتنا طبعا هناخد بقى إيه؟ الإشارة موجب أو سالب. تمام؟ ناخد موجب أو سالب، لأن إيه؟ إحنا ما خدناش معيار للبسط. موجب أو سالب يبقى ربع أ ضرب اتجاهي الباء. طيب السؤال 39، المتجه الذي معياره 3 وحدات وعمودي على كل من المتجهين أ وباء. يبقى أنت هنا جاب لك المعيار بتلات إيه؟ وحدات، وهو كان عمودي على المتجهين. يبقى أما تقسم المتجه يعني أ ضرب اتجاه ب على معيار أ ضرب اتجاه ب، ده متجه الوحدة العمودي،
فهمنا؟ يبقى انت عندك هنا الناتج بيساوي ايه؟ 3. يبقى انت كل اللي هتعمله هتعمل ألف ضرب اتجاه الباء، ضرب اتجاه يعني، ويجيب معياره، لأن انت عندك ايه؟ هو بيقول لك المتجه لازم معياره 3. طيب نفهم تاني السؤال كده، رقم 39، مين المتجه اللي معياره يبقى 3 ويكون عمود على المتجه ده؟ فانت كل اللي هتعمله هتعمل ضرب اتجاه. خد بالك، افهم المسألة كويس. تاني هو جايب لك الناتج، بيقول لك يعني الناتج مين المتجه اللي المعيار بتاعه 3 وحدات طولية. يعني ايه يا استاذ الكلام ده؟ يعني لما تيجي تحسب في الاختيارات الجذر التربيعي مربع الاول زائد مربع الثاني زائد مربع الثالث يديك 3، هل ده ينفع؟ لا. هل ده ينفع؟ في واحد فيهم هينفع. طيب مين هو يا استاذ؟ طب هو لازم يكون متجه واحد عمود، يعني مربع الاول زائد مربع الثاني زائد مربع الثالث. يبقى الجذر التربيعي مربع الاول زائد مربع الثاني زائد مربع الثالث يكون ايه؟ يطلع بايه؟ ب3 وحدات. طيب انت لازم تعمل ضرب اتجاه بقى، تقوم ضارب ا ضرب اتجاه ب اهوت وتصفيها. ركز كده، طلع معاك اهو 18 تربيع، وهنا ايه؟ 18 وسالب 18 و9، ده المتجه. بعدين عملنا جذر التربيع الاول ومربع التاني ومربع التالت اهو، فاهمين؟ طلع الناتج بقى 2/3 وسالب 2/3 وتلت. دي بقى كل مسألة انا شرحتها قبل كده في الفيديو، ولكن دلوقتي بنعيدها تاني اهو بالتفصيل. هقولها تاني اهو، ركزوا كده للكلام، الحل قدامنا يا شباب، ركزوا كده. بص يا بطل، سيب التلاتة دي خالص للآخر عشان ما تتلخبطش، أنت حل عادي. يعني يا أستاذ اعمل ألف ضرب اتجاه ب على معيار الألف في معيار ب. طب الناتج اللي هيطلع يا أستاذ طلع كام بعد ما خلصنا خالص الضرب اللي أنت قلت لنا عليها، ضرب اتجاه على معيار؟ طلع معاك بص كده 2/3. ارجع تاني كده بالفيديو، نرجع تاني أهو ونثبت هنا، ثبت هنا كده، أيوه دي. طلع الناتج 2/3 وسالب 2/3 وتلت. بيقول لك بقى متجه معياره 3 وحدات. يعني يا أستاذ معياره 3 وحدات؟ ما أنت ممكن تاخد التلت من عامل مشترك. لما ناخد التلت عامل مشترك، ركز كده، تلت بره لان انت خدت عدد لا نهائي من المتجهات بتوازي بعض، فممكن تاخد التلت عامل مشترك. فلما تاخد التلت عامل مشترك هيبقى الجذر التربيعي يعني 2 تربيع وسالب 2 تربيع وواحد تربيع، يبقى الجذر التربيعي 9 هيطلع ب3. يبقى هو المتجه مين؟ 2 وسالب 1 و1 هو الاخير. تاني تاني يا استاذ تاني، احنا يا شباب بيقول لي المتجه الذي معياره 3 وحدات وعمودي على كل من المتجهين. طبعا المستوى بيبقى فيه عدد لا نهائي مستويات من متجهات متعامده عليها. طيب من ضمنهم ايه؟ المتجه ده، احنا عايزين متجه زيه يا استاذ كمان بيوازيه، هيبقى عمودي برضه على المستوى. يعني مين في الاختيارات وقال لك شرط يكون معياره 3؟ شرط معياره. فانت لما تاخد من هنا 3 عامل مشترك فيبقى 2 وسالب 2 وايه؟ 1، فاهمين؟ ناخد 2 عامل مشتركه، فالاجابه بتاعتنا بقت د، مش هتبقى ب بقى، محدش يتسرع يقوم واخد الاختيار بتاعنا ب. يبقى السؤال 39 نعمل ايه يا شباب؟ هناخد الاختيار بتاعنا ان هو الاختيار بتاعنا رقم د، فهمنا يا شباب؟ فاحنا ما ينفعش ناخد الناتج اللي طلعناه اللي هو رقم ايه؟ ب. ما ينفعش تاخد ب ليه؟ لان لك معياره 3، فانت عايز متجه معياره 3، فلما تاخد ال3 من هنا عام مشترك فيديك ايه؟ متجه تاني بيوازيه اللي هو 2 وسالب 1 و1، هو الاختيار الاخير اللي يطلع المعيار بتاعه بايه؟ ب3، فهمنا؟ فاحنا عايزين متجه معياره 3 وحدات ايه؟ يكون عمودي على كل من المتجهين، فهمنا؟ طيب السؤال اللي بعده رقم 40، إذا كان المتجه أ موجود أهو ب وج، أ 0 و0 و1 وب 1 و0 و0 وج 0 و1 و0، فإن متجه الوحدة العمودي على المستوى أ ب ج أي مما يأتي. مين المتجه الوحدة العمودي؟ هنا نعمل ضرب اتجاه يا شباب، بس هنجيب الأول المتجه بتاعنا اللي هو أ ب، ونجيب المتجه التاني مثلا اللي هو أ ج، نعملهم ضرب اتجاهي مع بعض ونطلع النواتج. عندنا ال ب اللي هي ب ناقص أ، وعندنا متجه ألف جيم جيم ناقص ألف، ونعمل ضرب الاتجاه بتاعنا، وعايز المتجه العمودي عليهم. يبقى عشان أجيب متجه عمودي أجيب ألف ب ضرب اتجاهي الألف جيم، فهمنا الكلام؟ ونشوف الناتج هيطلع كام في الاختيارات. تعالوا نحلها كده مع بعض. جبنا الألف أهو، طلع 1 و0 و1، وعندك ألف جيم اللي هي جيم ناقص ألف، عملنا ضرب اتجاهي هيطلع الناتج 1 و1 و1. السؤال 40، يبقى الإجابة بتاعتنا تطلع إيه؟ ألف. يبقى متجه الوحدة العمودية يا ولاد المتجه على إيه؟ على معياره. عايزين المتجه بقى على معياره، فالإجابة بتاعتنا يا شباب للسؤال رقم 40 هناخد الاختيار بتاعنا رقم إيه؟ جيم، فهمنا؟ ناخد موجب او ايه؟
او سالب، وطلع عندك ايه سالب، يا اما تاخد ده موجب يعني، لان طلعت لما تطلع موجب ممكن تاخد ايه سالب عامل مشترك، يبقى عدد لا نهائي من المستقيمات ايه المتوازيه العموديه على مستوى ايه العمود على الف ب والف ج. اتمنى يا شباب الفيديو كله فهمتوه، انا عدته تاني اهوت، وبحاول اظبط الصوت مع الصوره، وان شاء الله تستفيدوا وتفهموا. انا كملت بقيه الاجزاء بعد كده في فيديوهين تانيين، اتمنى تكونوا فهمتوا واستوعبتوا اللي انا قلته كويس جدا، وربنا يوفقكم دايما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.